شكرك. هذه جرت به العادة من 10 سنوات وإلى يومنا هذا. جرت به العادة أن الناس ديما يجوا ضد الصالح. الإنسان اللي الصالح يجي ضد الناس الطالحي. ليش؟ لأنهم ما يحبوش التمشي اللي يمشي به قيس سعيد. وعلاش ما يحبوش؟ لأنه يخدم الشعب التونسي، يخدم الأفراد المجموعة العامة. وهذا الناس يحبوا يخدموا مصالحهم الخاصة. واللي يحب يخدم مصلحته الخاصة ديما يبدا ينكت ويجي في حوايج حتى ما العيط. أخي تو قيس سعيد شنو العمل؟ فأنجز كل شيء ما قاله أنجزه. قال للإمبريالية لا، قال لصندوق النقد الدولي لا، خلص الديون اللي كانت علينا اللي ولو أنا ما أخذهاش هو، أخذها الناس وفصعوا بها، يوسف الشاهد وأهل المجرن، الناس كلها تعرف. استتب الامن، ما عادش عندنا لا موت لا ارهاب لا جنود لا ركي. والامن عامل من عوامل توفير مناخ جيد للاستثمار. نعم، لان بلا امن لا هناك استثمار ولا هناك تنميه. اذا كان الانسان بيجي مستثمر يحط فلوس ويلزم ساعه محميه، يلزم يعرف اللي هو مؤتمن على حياته وعلى دار وعلى اموال وعلى المشاريع اللي باش ينجزها. لا 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 غير بري، نحن نرفع العلم التونسي دائما وابدا، يلزمنا نرفع العلم التونسي فقط، لا رايه بيضاء ولا علم فرنسا ولا علم تركي. نحن دوله مستقله ذات سياده. اما هو انا النادي مثلا الصين دوله قويه تنجم تعمل الانجازات والمشاريع المنجميه، كما مشروع منجم صراورتين في الكاف ينجم يخدم شطر تونس. انا ود الكاف ونعرف واعي ما اقول فيه جميع المواد المنجمية، ينجم يخدم الناس وينجم يخلق النزوح المعاكس، تروح الناس من تونس إلى ولاية الكاف. علاش ما نجدوش الصين نحن ولا روسيا ولا غير الدول الداعمة لينا؟ أما نقعد هاي تركيا خي شنو هلا تراك شنتي هما ما داهين في رواحهم. أيضا مؤخرا أعطى إشارة انطلاق في بناء مستشفى أو مركب صحي في القيروان بتمويل من الدولة السعودية، شنو رأيك؟ والله يشكر كل ما حاجة جينا من أي دولة صديقة وشقيقة مرحبا به، ولا حتى من الاتحاد الأوروبي مثالش اللي يعاوننا مرحبا به. أما اللي باش يجي ينكت علينا ويبعث لنا مؤسسات تلفزية ولا إذاعية باش يوشع قيس سعيد، أنا أقول لهم أنكم واهمون. نقول الحقيقة، قيس سعيد سينجح وسينتصر وسيواصل المسيرة هذه 50 سنة واللي بعده. شنو تتوقع أنه يصير؟ شنو حاجات تحبوا يتحققوا في تونس في الفترة القادمة؟ والله أنا مضبية ننهض بالفلاح، لأن الشمال الغربي كله انزحل تونس، ولو ناس يخدموا في البلديات وناس يلقطوا في الدبابز وهلا مجرن. مضبية نتولهوا بفلاحة الشمال الغربي. ليش؟ لأنهم عندهم مديونية، ما ينجموش الناس اللي تبلعوا بالدون، ما ينجموش يخلصوا البنكة ما تمولهمش، ولذا هذه ولا فقر ومقنن ومقنع. البنك هاي رابح سيدي، البنك الفلاحي هاي رابح ويعطي في الجوائز ويعمل في المسابقات الرياضية والحجاء وغيره. إذا كان هو رابح علاش ما يقعش من تلا فسخ ديون الشمال الغربي اللي ما تتعداش مثلا 50,000 دينار أصل الدين، يجب فسخ ونعاجوا ملفات كبيرة اللي عندهم. اقتراح منك عودنا الاقتراح. الاقتراح يعني الناس السيد الرئيس كما عملت الجزائر قبل وعملت الدول اللي قبل القوات وأفغانستان اندونيسيا وغيره، فسخ ديون الشمال الغربي خاصة اللي ما تتعداش أصل الدين 50,000 دينار. تقصد الفلاح لنا؟ أي الفلاح الصغار مش فلاح، هو خذ 20 مليون فلاح، هو نحن نحب نعاونه فيه زدنا باركناه، زدت الفوائد خذ 20 مليون ولا 70 مليون، كيفاش مش يخلص؟ أصبحت أرضه كاحلة وأصبح هو يخمم على البنك والبنك تبعث ليه هو جدول. لا سيدي، نحن نجدول الديون الكبيرة اللي عنده 500 و600 مليون مثلا، اللي عنده الفراز وعنده التفاح وعنده نجدولوا له. أما الفلاح الصغير اللي ما تعداش أصل القرض نتاعو 50,000 دينار الأصل نحكي مش دون الفوائد، يقع معالجتها وطرحها ونعطوه شهاد كيما الجزائر قبل ويرجع وهالأراضي الدولية اللي قاعدة ما نعطوها للشباب الصغير البطال. نعملوا مقاسم اجتماعية بخمسة هكتارات نوزعوا على المهندسين وعلى البطالة العاطلين على العمل سواء عندهم مستوى ولا ما عندهمش، هكا نخلقوا دور اقتصادي ونعملوا عمل اجتماعي، هاك عطينا الأرض باش يخدم نحو البطالة ونعطوه قرض وخلي يخدم على روحه. أنا الأمور نجم نقولوا ماهيش مستحيلة. حاجة بسيطة تتحل تونس، إذا كان نتبعوا النصائح ونتبعوا الناس الخبراء ونتبعوا أهل الاختصاص ونتبعوا الناس الكبار اللي عندهم تجارب عندهم خبرة، هاني أنا عمل زوز اقتراحات ينجموا ينهضوا بتونس. منهم عمليين اقتراحات عمليه، اي اقتراحات فعليا. يلزم الغاديون الفلاحه الصغار اللي ما تعداش اصل الدين نتاعهم في الاصل 50,000 دينار،
توزيع الأراضي الدولية 5 هكتارات على كل شاب مثقف أو غير مثقف للعمل الفلاحي. هكا نخلقوا معنا نحو البطالة ونخلقوا مورد رزق وتدخل الفلوس لتونس. أيضا بالتوازي فما شكون يقول زادا باش ندفعوا العجلة الاقتصادية يلزم تكثيف العمل الميداني من حيث المسؤولين الولات والمعتمدين والوزراء، يلزمهم يكونوا يخدموا ميدانيين ويبعدوا على المكاتب ربما. والله شكرا لك، وهذا كنت باش نقول وانت سبقتني بالسؤال. نحن رينا رئيس الدولة يتنقل يوميا ويتجول من مكان لمكان، مرة في شيمينو مرة في رادس مرة ماذا بين الوزراء والولات والمعتمدين والعمد يدوروا ثاني هما ويشوفوا كل انسان من موقعه واش ينجم يعمل اش يضيف للبلاد، مش الفائده ويخلص في الشهريه وقاعد ولا الاحزاب وغيره. لا، العمل يجب ان يكون على الميدان حتى ننهض ببلادنا للجميع ونحو هكذا الحكايات الفارغه والناس اللي جايه للطمع ونقول لهم تونس ما عادش فيها طمع، اخدموا على رواحكم. خير الوالي ايش قاعد يعمل؟ ما هو يدور على المنطقه اللي هو فيها، والي كافه والي جندوبه والي سوس يشوف المشاريع التنمويه يدرسها ويعالجها ويوجهها لرئيس الدوله وللناس المسؤولين عن الموضوع. ممكن جدا، لما لا؟ الولايه الفلاحيه نعطوها الفلاحه، والولايه المنجمين نعطوها المنجم، والولايه السياحيه نعطوها السياحه، وكل من موقعه حتى زهر تونس كامل. تحوير الوزاره الاخير تقريبا كل الوزاره. والله تحوير هذا يشكر للرئيس الدوله، فهو هذا انجاز ثاني. انا اعتبر انجاز معناها ما وعد هذا الرئيس. انجاز تاريخي يحسب له، لان يجب ان يكون المسؤول المناسب في المكان المناسب. بارك الله فيك. شكرا.